بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل ذكر المعوقات التي تعوق طريق طلب العلم. تعوق طريق طلب العلم. فمن هذه المعوقات العزوف عن طلب العلم. العزوف عن طلب العلم. الإنسان يعرض أو يزهد في طلب العلم. قال ومن أسباب ذلك، من أسباب يعني أن الإنسان لا يستطيع طلب العلم. قال من أسباب ذلك العزوف بزعم التفرغ لمتابعة أحداث العصر ولمعرفة الواقع. على فكرة الكتاب ده مصنف قبل الثورة، لكن هو العائق ده بالتحديد اليومين دول كتير جدا. نعم. قال من أسباب ذلك العزوف بزعم التفرغ لمتابعة أحداث العصر ولمعرفة الواقع. هذا الباب يختلف الناس في ولودهم فيه بين إفراط وتفريط ووسط والأولان على خطأ. اللي هم يعني الإفراط والتفريط، وأما الصحيح فهو الوسط. قال إن طلب العلم يحثك على أن تعرف واقعك، ولن تستطيع أن تعالج نازلة أو حادثة نزلت في واقعك إلا بأن تعرضها على ميزان الشرع. يعني لو واحد يتفرغ أوي للأحداث ويعيش حياته كلها فيها، ولا واحد يعرض بالكلية زي المنهج اللي بعض الناس خدوا، إما منخرط في السياسة غرقان فيها ونسي كل المعاني الشرعية، أو يقول لك أنا مش هتكلم في السياسة. ففي الحقيقة هذا إفراط وهذا تفريط. نعم. قال الشاعر والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. أما من عزف عن طلب العلم والحفظ وتفرغ لمتابعة الجرائد والمجلات وصب كل جهده ووقته في قراءتها، ثم أخذ يعالج تلك القضايا من منظوره القاصر دون الرجوع إلى العلماء، فهذا الذي قد خسر ولن يعرف قدر خسارته إلا فيما بعد. كما قال القائل إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. إن مما يستنكر وينتقد أن ترى شابا من شباب المسلمين وممن يغار على حرمات الله ويذرف الدمع والدم على حرمات انتهكت، إن من العيب في حقه أن يتهاون ببعض المعاصي كالغيبة والنميمة وغيرها، وأن تراه جاهلا بأيسر الأحكام الشرعية فلا يصلي الصلاة النبوية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هو يقصد الإشارة إلى واحد مستغرق في يعني متابعة الأحداث والواقع والتحليلات، وفي ذات الوقت هو أبسط معاني دينه أنه يعرف كيف يصلي، تجد لا يعرف فقه هذه المسألة، ولا يتوضأ الوضوء النبوي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. تراه جاهلا بأذكار الصباح والمساء، تراه مفرطا في أمور يحفظها صغار الطلبة قبل كبارهم، فهذا من مداخل الشيطان. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعرف الناس بواقعه، وكان من أدرى الناس بما يدور حوله من الدوائر، ولقد قامت في عهده فتن وحوادث ونوازل، لكنه طلب العلم وحصل جما غفيرا من العلم. شيخ الإسلام كان يروح يقابل الأمراء والملوك ويتكلم معهم في قضايا الدولة، وفي ذات الوقت هو العالم الجليل الذي يفتي ويعلم ويدرس. نعم. قال فبذلك أصبح يجد حل تلك الحوادث التي نزلت في مجتمعه، ويدرك الجواب عنها في الكتاب والسنة أو في أصول العلم وقواعده. ومهما دار الزمان واختلف الناس وتباعدت أقطارهم، فإنه ما أنزل الله من داء إلا وله دواء،
ولم تنزل مصيبة أو نازلة إلا وفي الكتاب والسنة ما يصلحها، وهذا أمر لا يشك فيه اثنان. الغرض يعني من ذلك، ويعني في ذكره لهذا المعوق من هذه المعوقات، وهو العزوف عن طلب العلم بأي سبب من الأسباب، وإن كان هو ذكر سببا ربما يعني وعلق عليه أكثر، وهو تفرغ بعض طلبة العلم لقضايا الواقع على حساب طلب العلم. وأنا أضيف أقول كتفرغ بعض طلبة العلم لفرع من الفروع على حساب العلوم الشرعية والأصول. فتجد مثلا هناك من يتفرغ لمثلا فرع في جانب الحديث ويجهل العقائد والتوحيد ونحو ذلك، أو يتفرغ في جانب التجويد والقراءات ونحو ذلك، وتجد لا يعلم شيئا فيه الأحكام في التوحيد والعقيدة ونحو ذلك، أو كحال إحنا بنتألم منه يتفرغ لمسألة يشغب بها ويترك كل المسائل، جنس العمل، مش عارف الحاكمية ونحو ذلك، ما عندوش شغلة غير هي المسألة دي، ويقعد يحفظ المسألة دي بما يظن هو يعني أدلتها، ويجيب لك صفحة كذا كتاب كذا والإمام فلان وعلان، بحيث أنه أنت تبقى واقف أمامه وهو حافظ الراجل اللي إيش مسألة حفظ إيه. وبعدين إذا سألته في غيرها لا يعرف شيئا، فهذا أيضا من العزوف عن طلب العلم بحجة أنه هو عنده قضية أو نحو ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا لهذا، وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.